موضوعنا عن ظاهرة غريبة من الظواهر اللي بتيجي لهجن السباقات وهي البلاد يورين، ودي بتيجي لكافة الأعمار وبتيجي سواء للذكور أو الإناث، ولكن طبعا بتبقى في الفيميل أكتر منها في الميل، وبتيجي للأعمار الكبيرة الأكتر خاصة أكتر من 3 سنين بيكون أكثر عرضة. تستمر الأعراض دي فترة طويلة، ممكن تستمر لشهور وبعدها بيتعدي السنة. لما نجينا جمعنا السامبل من اليورين سامبل فوجدنا وجود ار بي سي سيدمنت، ممكن نحصل على النتيجة دي إذا إحنا خدنا عينة من اليورين في تيست تيوب وعملنا له سنتريفيوج 6000 ار بي ام لمدة 10 دقائق، بنلاقي إن موجود هذا السيدمنت، وبفحص هذا السيدمنت وجدنا وجود خلايا كرات دم حمراء ار بي سيز، وكمان في ار بي سيز فراجمنت، وفي واضح هيموليسيس وجود صبغه من الهيموجلوبين. ادي هي الخلايا هنا سواء خلايا كامله او خلايا ار بي سيز فراجمنت او هيموجلوبين. ده طبعا لا يدع مجال للشك بوجود هيماتويوريا وهيموجلوبين يوريا من الاعراض. طبعا بفحص البلاد سمير وجدنا في بعض الحالات بيحتوي على بلاد برازايت زي البابيزيا، بعض بيحتوي على انابلازما، بعض بيحتوي على البابيزيا والانابلازما، وفي بعض الاحيان بيكون لا تحتوي على اي بلاد برازايت، وبيكون غالبا السبب من انون. لكن ده ما يمنعش من وجود اسباب تانية زي وجود الليبتوسبايرا اللي لم تثبت الى الان وجودها في منطقه الخليج، لكن في بعض الابحاث ثبتت وجودها. الاعراض بتتمثل ايضا في وجود سيفير انيميا، وده بيظهر في الفحوصات، وبيكون من نوع اللي هي المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، ودي طبعا ريجينيريتيف انيميا. لكن الار بي سيز طبعا قد يكون لها دور في الموضوع ده، السيل ممبرين في خلايا السباقات اللي هي بتعاني من نقص الاي تي بي، من نقص الفوسفور، او من نقص الانرجي الجلوكوز، قد تساعد على تكسير الار بي سيز. كمان نقص الفيتامين بي 1، كل دي اسباب ممكن تساهم. لكن الغريب فحص بايوكيمستري ما يظهرش اي اب نورمال كيدني فانكشن تيست سواء في الكرياتين او في اليوريا في اغلب الاحيان، وده اللي بيخلي السبب انون. من الاعراض غير البلاد يورين قد يكون مصاحبه فيفر او غير مصاحب فيفر، وفي البي ام دياجنوزس في بعض الحالات ظهر وجود كالسيفيكيشن في الكيدني، وده بيبين ان ممكن يكون في مايكرو ستون بتاثر على بتعمل هي الهيماتو يوريا. العلاجات في اغلب الاحيان بيكون العلاجات unsuccessful.